يقول أحد الدعاة إلى الله عز وجل، يقول: صليت العشاء في الصف الأول في إحدى الصلوات في إحدى الليالي، يقول: وصلى بجانبي رجل يقول: منتني رائحته هممت أن أقطع الصلاة، رائحة الدخان كأنه يدخن وهو يصلي، رائحة نتنة لم أستطع إلا أن تلثمت في الصلاة وكتمت أنفاسي، أعوذ بالله، ما هذه الرائحة في الصلاة؟ كيف يصلي هذا الرجل هذه الصلاة بهذه الرائحة؟ يقول: هممت أنني إذا انتهيت من الصلاة أن أتكلم معه وأنصحه كيف تصلي بهذه الرائحة. يقول: فلما انتهت الصلاة نظرت إليه رجع، قام ورجع، يقول: فنظرت إليه حتى أعرفه، يقول: فنظرت إليه بعين الحزن والأسى والشفقة، من هذا الرجل؟ أول مرة يدخل علينا في هذا المسجد، شاب نحيل الجسم خفيف اللحم آخر العشرين من عمره منكسر الحال. يقول: فقمت لأتكلم بالدرس اليومي، عنده درس هذا الداعية، يقول: فبدأت ألقي الدرس على طلاب العلم على أهل المسجد، يقول: فنظرت إليه جالس بجلسة منكسرة في آخر الصف في آخر الحلقة، جلس وطأطأ رأسه يستمع إلى الدرس. يقول: وبعد أن انتهيت من درسي أخذت أريد الخروج من المجلس من المسجد ومن يسلم ومن يسأل، يقول: نظرت إليه ينظر إلي من بعيد يرمقني ببصره، يقول: التفت إليه وتبسمت، يقول: فأقبل إلي يقبل يدي ورأسي وهو يبكي يبكي، فقلت له: هدي من روعك، اهدأ يا فلان، يا رجل ماذا تفعل؟ يقول: يبكي ويقبل رأسي ويقبل يدي. يقول: ثم قال لي: يا شيخ يا شيخ، أريد أن أتحدث معك. قلت له: تفضل. قال: يا شيخ، أنا أعيش في جحيم، أنا أعيش في جهنم، أنا ما أعيش في الدنيا، تعبت سئمت من هذه الحياة. قلت له: ولما؟ قال: مللت، أنا أتعاطى المخدرات يا شيخ، يا شيخ تعبت من المخدرات، خلصني منها، هل يتوب الله عز وجل علي؟ هل لي من توبة؟ يقول: ففتحت له باب الرجاء، وأنا أفتح له باب الرجاء يزداد بكاء، كلما أخبره أن الله عز وجل تواب والله يقبل توبة عن عباده يزداد بكاء. قرأت عليه قول الله: نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم، يزداد بكاؤه شيئا فشيئا. يقول: حتى أراد أن يخرج، الناس ينظرون إلى بكائه بكاء شديد، يقول: عاهد ربه بالتوبة ثم انطلق يمسح دمعه. يقول: لم أره من ذلك اليوم، ما رأيته. بعد شهرين أو ثلاث شهور يقول: كنت في إحدى المساجد، يقول: رمقته في مسجد من المساجد، نظرت إليه لمحته، هو نفسه سبحان الله. يقول: نظرت إليه يصلي صلاة ما أجملها، ما أجمل ركوعها، ما أجمل سجودها، ما أجمل هذه الصلاة. فقلت في نفسي: سبحان الله، وعليه آثار السنة وعليه آثار الالتزام. قلت في نفسي: سبحان الله، أول صلاة صلاها بجنبي كأنني نفرت منه، كأنني تضايقت منه، كأنني أردت البعد عنه، والله عز وجل يبسط يده إليهم. قلت: سبحان الله، نحن نبغضهم ونكرههم والله عز وجل يفرح بهم، والله عز وجل يناديهم ويتحبب إليهم ويحبهم. سبحان الله، الله من فوق سبع سماوات يدعوه ويتقرب إليه، ونحن ربما نتأذى منهم. سبحان ربي، هذا حال التائبين، ربما يأتونك منكسرين، ولكن ما هي الأيام تمضي إلا والرب عز وجل يفتح لهم باب التوبة ويصلحهم. ولسان حال بعضهم يقول: يا ربي هب لي متابا أستنير به، يجلو فؤادي ويمحو كل آثاري، أيد فؤادي بفضل منك منهمر، وصحبة في مجال الخير أخياري، رباه تاقت إلى رحماك ناصيتي، وأنت تعلم إقلالي وإكثاري، إن لم تجرني بنور منك يغمرني، يحيا به القلب أو يسري به الساري، فالقلب ذاو ولكن إن ذوى جسدي، فكتموا يا نعاتي بعض أخباري. نعم، إنها التوبة الصادقة، وما أدراك ما هذه التوبة؟